السلام عليكم. آيفون 14 ماكس في ورطة. نعم، يواجه صعوبات في الإنتاج قد تؤخر وصوله في الموعد المحدد. أسباب قد تؤدي إلى تأخير إنتاج هاتف الآيفون 14 ماكس القادم، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة إن شاء الله لكي نصل بسرعة لمئة ألف مشترك بضغطكم أو بالضغط على الزر اشتراك فضلا ليس أمرا، وتفعيل زر الجرس واختيار الكل أو توت أو آل، وتابع الفيديو حتى النهاية. أفادت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة آيفون 14 التي تشمل على آيفون 14 والآيفون 14 ماكس وآيفون 14 برو والآيفون 14 برو ماكس في 13 سبتمبر المقبل مع اقتراب موعد الإطلاق. أفاد المحلل روس يونغ اليوم أن تاريخ إنتاج آيفون 14 ماكس متأخر عن الموعد المحدد. من المتوقع أن يكون هذا الهاتف هو أول آيفون بشاشة بحجم 6 إلى 7 إنش وليس من طراز البرو، مما قد يسبب بعض الصعوبات في سلسلة التوريد. تأخر إنتاج آيفون 14 ماكس. وفقا ليونغ، لا تزال شحنات اللوحات الخاصة بهاتف آيفون 14 ماكس متأخرة كثيرا عن آيفون 14 برو ماكس. فقد ذكر في منشوره اليوم على تويتر إن شحنات اللوحات ما زالت متأخرة جدا عن موعدها المفترض أن تصل فيه. تأتي بيانات المحلل إلى معلومات سلسلة التوريد خلال شهر آب أو أغسطس أو شهر غشت. سيحصل كل من آيفون 14 ماكس والآيفون 14 برو ماكس على نفس حجم الشاشة، لكن الألواح نفسها ستكون مختلفة، وذلك لأن الآيفون 14 ماكس سيفتقر إلى دعم البروموشن، وهي تقنية معدل التحديث التكيفي الذي يتغير حسب المحتوى المعروض على الشاشة من أبل والحصرية لأجهزة الآيفون 14 برو والآيفون 14 برو ماكس. أشار تقرير من نيكي آسيان ريفيو في مايو إلى أن إنتاج آيفون 14 ماكس قد يتأخر لمدة 3 سنوات على الأقل بسبب وباء كوفيد 19 في الصين. بعد ساعات فقط أفاد مينغ شي كيو أنه برغم تأخر إنتاج آيفون 14 ماكس عن الموعد المحدد كان الوضع تحت السيطرة، ومن المتوقع أن يحقق جهاز الآيفون 14 ماكس نجاحا هائلا بمجرد إطلاقه. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أبل جهاز آيفون بشاشة بحجم 6 إلى 7 بوصة وليس بسعر وبمزايا الإصدار برو. هل تخطط لشراء آيفون 14 ماكس بمجرد إطلاقه هذا الخريف؟ أخبرنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.